أعزائي، في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن معجزات المسيح، كيف أتجاوب معها، كيف أحصل عليها، ما هو المعطل للاستلام أو للحصول على المعجزة. معجزات المسيح كانت كثيرة ومتعددة. مكتوب عنه أنه كان يجول، يصنع خيرا في كل مكان، ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ذاع خبره وصيته في كل مكان، جاءت الجماهير من كل أنحاء البلاد واحتشدت حول الرب يسوع المسيح، طبعا لأهداف متنوعة. جاء البعض ليستمع فينتفع، وجاء البعض ليستمع فينتقد، وطبعا كثير من هؤلاء هم المتدينين الفريسيين، طبقة تتع التدين، تعيش بالتدقيق وتحافظ على التقاليد وتعرف الكتاب المقدس بشكل حرفي. فجاءوا ليستجوبوا يسوع أو ليروا شيء معين إذا كان في علة أو خطأ معين، ويروا من هذا الشخص العظيم الذي يصنع الآيات والمعجزات الباهرات. نعم، كانت تأتي لأهداف متنوعة وعديدة. أجرى المسيح المعجزات أمام جمهور الفاحصين المدققين، والبعض منهم متشككين. كثير منهم قاوموا المسيح لأن المعجزة أو التعليم لن تنطبق بحسب التقليد المعين. مثلا المسيح أجرى عدة معجزات في السبت فقاوموه لأنه أجرى معجزات في السبت، لكن المسيح علم أن السبت للإنسان وليس الإنسان للسبت، وأنه ينبغي أن تصنع خيرا في السبت، وأن المسيح أن يسوع المسيح هو رب السبت. فمثلا المرأة المنحنية ربطها الشيطان 18 سنة، عندما قال لها محلولة من ضعفك غضب رئيس المجمع، وعندما تكلم في مجمع الناصرة وهناك تكلم أنه هو المسيح المنتظر رفضوه أيضا. سمعوا عن معجزاته في كفر نحوم وطلبوا أن يصنع معجزات في الناصرة. في أماكن أخرى عندما أشبع الآلاف بجانب بحيرة طبرية، أشبع 5000، أرادوا أن يملكوه، فعرم المسيح أفكارهم وقال أنتم تطلبونني بسبب الخبز. طبعا توقعوا مسيح الذي يطيح بالإمبراطورية الرومانية، شخص سياسي يحمل السيف لكي ينقذ الأمة، لكنهم لم يتوقعوا الكرازة عن ملكوت الله، أنه ملكوت روحي وأن البشارة ينبغي أن تصل إلى كل الناس. وفي مرة أخرى وهو يجري المعجزات الباهرات قالوا أنه برئيس الشياطين أو ببعلزبول يخرج الشياطين، وعلم المسيح أن مملكة منقسمة على ذاتها لا تثبت، وقال أن هذه الخطية عظيمة جدا، التجديف على الروح القدس، أي ينسبون أعمال المسيح ومعجزاته وآياته للشيطان بدل ما أن يمجدوا الله. عندما مثلا شفى الأعمى في مدينة القدس طردوا الأعمى من الهيكل لأنه تكلم عن يسوع، لكن يسوع وجده وآمن به هذا الأعمى المولود أعمى الذي شفي. عندما أقام العازر من بين الأموات، هذه المعجزة العظيمة أثارت ضجة كبيرة في البلدة،
فكثيرون من اليهود آمنوا بالمسيح يسوع، لكن اجتمع السنهدريم ليقرر القضاء على يسوع المسيح. السبب انه ابتدأت كل هذه الجماهير تتبع يسوع المسيح، ولأسباب سياسية لئلا يأتي الرومان ويأخذ موضعنا، فأرادوا أن يتخلصوا من المسيح. وليس هذا فقط، بل أرادوا أن يقتلوا إليعازر، لأنه كان آية، كان علامة شفاء أمام أورشليم وبيت عنيا، كل الجماهير المحتشدة هناك. وطبعا المسيح لم يستطع أن يفعل آيات كثيرة في بلدة، في مدينته في الناصرة، لعدم الإيمان. والمسيح أيضا من بعد ما صنع آيات ومعجزات عظيمة حول بحيرة طبرية، المدن الموجودة هناك، عنفها ووبخها وأمر بالقضاء على هذه لأنها رفضت، مع أنه رأت أقوى المعجزات والآيات، لكنها للأسف لم تؤمن ورفضت المسيح. لكن من ناحية أخرى، المعجزات في كل مكان، كان يصنع معجزات كثير من الناس التي تؤمن به، وكانت تسبح الله وكانت تمجد الله، وأنهم كانوا يقولون أن الله افتقد شعبه، أن الله زار شعبه، وجمهور كثير تبعوا يسوع المسيح. لقد شفيتك المرض، هل تبصر؟ إيمانك قد شفاك يا بنيا، قومي. أيها الشاب، لك أقول قوم. معجزة، هل حدثت معك معجزة؟ معجزة شفاء أو فداء، معجزة خلاص أو تحرير؟ خبرنا فنخبر الآخرين. في هذا الجزء أعزائي أريد أن أتحدث عن بعض المعطلات للمعجزات. توجد معطلات كثيرة وأمور اللي بتمنع، بتحجز إنه يشوف معجزة. المشكلة مش في الله، الله أعلن عن ذاته أنه هو الرب شافينا، هذا واحد من أسمائه، ويتحدث عن عمله أيضا. فبعض المعطلات أريد أن أذكرها في هذا الوقت. أولا، الجهل في قوة الإنجيل الشافية. كلمة الله بتعلم إنه الكلمة لما بتقراها وبتطبقها على حياتك رح تشفى. أرسل كلمته فشفاهم. في سفر الأمثال إصحاح 4 من آية 20 إلى 22 بيتكلم عن كلمة الله هي دواء لكل الجسد. فكتير مرات بتكون معلوماتنا ناقصة عن كلمة الله وعن طبيعة الله وعن قوة الله. في مزمور 103 قال المرنم: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. واضح من هو يغفر وأيضا يشفي. معطل آخر، الإهمال في خدمة وعمل الكنيسة. كتير ناس عاوزة تروح يمكن لسوبر ستار أو شخص معروف، لكن غرض الله وعمله هو من خلال الكنيسة المحلية، من خلال عمل الكنيسة. فالكنيسة تقوم في دور الوعظ والتعليم والتلمذة والبناء والشركة والصلاة وكسر الخبز والزيارات إلى آخره، لكن من ضمن خدمة الكنيسة يقول الكتاب في سفر يعقوب: أمريضا أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة يصلوا عليه ويضعوا أيديهم ويدهنوا بالزيت، إن كان قد فعل خطية تغفر له. وواضح من الإحصائيات معظم الناس اللي اتشفت، أكثر من 85% تقول إحصائية الناس اللي اتشفت، اتشفت من خلال عمل الكنيسة المحلية. فأنا أشجع كل مشاهد يؤمن بالمسيح أن يذهب إلى الكنيسة وأن يصلي في الكنيسة، وأن الكنيسة هي التي تقوم في دور هذا العمل الرائع العظيم. ثم أيضا معطل آخر هو عدم الإيمان. القوة موجودة، عدة مرات مكتوب خرجت قوة منه، وأنه في قوة في شخص المسيح كامنة فيه للشفاء.
لكن في الناصرة مثلا لعدم الإيمان لم يستطع أن يصنع آيات كثيرة. وأحيانا بتكون عدم إيمان الخادم نفسه الراعي، يعني الخادم الذي لا يؤمن بالمعجزات فلا يتوقع المعجزات في اجتماعه أو في الكنيسة. معطل آخر هو الأنانية، مكتوب تطلبون ولستم تمتلكون لأنكم تطلبون رديا. يعني مرات احنا نطلب اشياء مش بحسب مشيئة الله وليس لمجد الله، طلباتنا بتكون أنانية غير مدركين فكر الله. وكثير مرات من الأمراض والمعطلات هي بسبب عادات رديئة، طريقة الأكل مثلا وعدم الرياضة بتسبب تعب في الجسد، ومع الزمن هذا الجسد سوف يضعف وسوف يمرض. طبعا البعض يحتاج إلى تحرير قبل الشفاء، مثلا احتاج المسيح أن يقول لمريض بركة بيت حزدة أتريد أن تبرأ، كان عليه أن يوقظ حاسة الشفاء قبل أن يستلم الشفاء، كان عليه أن يجدد الإرادة أولا ليقبل هذا الشفاء. معطل كبير بسبب احتفاظ في خطية في الداخل، مكتوب إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. وكثير مرات ما منشوف معجزات بسبب الفتور الروحي، بسبب العصيان، بسبب التمرد، عدم قراءة الكلمة، عدم الصلاة، عدم الشركة، عدم إضرام المواهب في كنائسنا، فبسبب الفتور الروحي. وكثير مرات ما منشوف معجزة بسبب عدم الغفران، لما أنا مش قادر أغفر للشخص الآخر أنا رح أتعب نفسيا وأيضا جسديا، عدم الغفران. والبعض يستسلم للمرض، عنده يعني طريقة أنه إذا مرض خلص بحب أنه دائما يتكلم على المرض، وبحب كل الناس تعرف أنه مريضة، ودائما بحاول أنه يصير الانتباه أنه مريض، بيستسلم للمرض. كتير مرات بيكون حياتنا مش عايشة مش لمجد الله، مش حسب مشيئته، عايشين في هذا الفتور. أعزائي بعد هذا الفاصل سأواصل حديث عن كيف ممكن نحصل على معجزة. على فكرة اللي بيميز بلادنا عدا انه بلاد جميلة جدا، انا بآمن انه احلى بلاد في العالم، الاراضي المقدسة، انه في اي مكان تضاريس الجبال بتشوف يا جبل تلة وادي مرتفعة سهل او بحر، فدائما في جبال ووديان. احنا في تقريبا منتصف الجبل يسمى جبل اربيل، الصخر هذا العالي، وممكن تشوفوا حتى بعض المغاير المبنية. على فكرة هذه المغاير كانت تستخدم للثوار اليهود في أيام الرومان، ولسيما ثورة بار كوخبا سنة 132 ل 135 ميلادي، لكن طبعا بالأخير الرومان انتصروا وأخمدوا هذه الثورة. لكن اللي بهمنا في هذا الموضوع أنه إحنا في منطقة جميلة جدا قريبة من بحيرة طبرية، هذا الوادي اسمه وادي الحمام، وهذه المنطقة فوق المجدل، المكان اللي أجت منه مريم المجدلية. من هذا المكان عادة بتيجي الرياح من بين الجبال، الرياح الساخنة بتصطدم في المي الباردة وبتسبب العواصف الهوجاء في بحيرة طبرية. لكن لاحظوا معي كيف ما منطلع منشوف جبال عالية وجبال حلوة. إيش جبال ممكن بتذكرنا في الكتاب المقدس كانوا يخطوا فيها بالصلاة؟ كانوا يطلع على جبال. طبعا العادات القديمة، الشعوب القديمة كانوا دائما يبنوا المرتفعات أو الذبائح أو المعابد فوق رؤوس الجبال، بيعتقدوا أنه بيكونوا أقرب لله. لكن هذه الجبال اللي احنا ماشيين فيها ممكن يعني على الأرجح أن يسوع مشي في هذه المنطقة، لأنه قديما كانت الطريق من بحيرة طبرية من خلال وادي الحمام حتى يواصل رحلته في الجليل أو إلى الجهة الأخرى. طبعا الجبال بتعلمنا على الصمود، وأنه الشخص ممكن يكون راسخ مثل الجبل. وطبعا في دراسة شيقة على فكرة ممكن مرات ندرسها عن جبال الكتاب المقدس، في عدة جبال هون عندنا مشهورة في الأراضي المقدسة. كل جبل
له دراسة معينة وإله كمان رمز معين حلو جميل اللي ممكن نتعلمه. هذا المنطقة جميلة وإحنا حاليا بفصل الربيع وإحنا نازلين في الوادي حتى نكمل سيرنا لمنطقة طبرية أو منطقة بحيرة طبرية. الرب عالي الرب عالي.